بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض كورس الـ NX CAM. النهاردة هنستعرض مع بعض الطرق المختلفة اللي انا اعمل كرييت للبلانك. ازاي اشوف؟ هنشوف مع بعض الطرق المختلفة اللي انا اكريت بيها بلانك. طيب انا عندي مثلا هعمل بارت زي ما احنا شايفين كده، هعمل سكتش تمام وارسم جزء، اعمل له ارسم سكتش، اعمل له اكسترود تمام زي ما احنا شايفين كده. طيب هرسم شكل تاني، اكسترود تاني على الكيرف ده، على البلان ده، ومثلا هعمل شكل اكبر شوية ويبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام. اه تمام، اقول له نن، يبقى تمام كده ماشي. يبقى احنا كده عندنا مجسمين، واحد بارت وواحد بلانك. طيب هندخل في المانيفاكتشرنج، نستعرض الخطوات اللي كنا عملناها قبل كده. كنا اول حاجة بنعرفها اللي هي الورك بيس. طيب الورك بيس انا بعرف البارت، البارت اللي هو ايه؟ مش ده، ده البلانك، ده الجزء الاكبر. طيب احنا عايزين البارت، ازاي امسك البارت وهو البلانك اكبر منه؟ يعني دي ازاي؟ بص انا مش عارف دلوقتي امسك البارت ازاي. طيب في طريقة كده، ان انا اقف شوية هلاقي ثلاث نقط، الثلاث نقط دول لما ادوس عليهم هيظهر لي الكذا فيس او الكذا سوليد او ايا كان اللي انا عامله. فانا ظهر، فهقول له هختار ده، اقول له البارت عرفته والبلانك تمام. يبقى انا كده عرفت طريقتي، اللي انا عرفت البارت والبلانك. يبقى زي ما احنا شايفين اهو، ادي البارت الجزء الاورنج اللي جوه ده، وادي البلانك الجزء اللي بره. طيب تمام كده، يبقى دي كده طريقه. خلاص بعد كده بقى اكري التول العده بتاعتي زي اللي احنا كنا خدناه قبل كده، وبعد كده اعمل كرييت اوبريشن واقول له كافيتي ميل، وبعد كده الورك بيس وهنا رف مثلا، واعمل جنريت تمام كده. جنريت هلاقيه عمل العمليه الاوبريشن بتاعتي بتاعت القطع. طيب تمام، دي كده حاجه احنا كنا خدناها قبل كده. يبقى دي اول طريقه اللي انا اعرف البلانك بجيومتري. جيومتري دي اللي انا اختار جيومتري زي ما انا عامل كده بختاره. طيب تمام، نرجع تاني، انا هرجع تاني بس معلش هقول لكم حاجه. دلوقتي انا عندي فايل نيو، يبقى دي اول طريقه خدناها اللي انا اعمل كرييت للبلانك. هنا بقى انا كريب بارت جديد، نعرف الطرق التانية اللي انا كريب بيها بلانك يعني تمام. ده كده البارت. طيب نفترض ان انا ما رسمتش بلانك، يعني انا المره اللي فاتت اخترت من البلانك جيومتري عشان انا كنت كنت عامل جيومتري، المره دي انا ما اخترتش جيومتري. طيب هعمل ايه؟ ندخل على المانيفاكتشرنج، ندخل هنا كده من الكونتور تمام، هقول له الورك بيس، هعرف البارت، ده كده البارت، واعرف البلانك. عندي كذا اوبشن بقى هنا، طبعا ما اقدرش اقول له جيومتري لان انا مش راسم البارت اللي انا عايزه يبقى بلانك. طيب في حاجه اسمها اوفست فروم بارت، اوفست فروم بارت، واقول له كام ملي، هقول له مثلا 3، يبقى كده هيعمل لي نفس البارت ده بس اكتر منه من جميع الجوانب 3. طيب تمام، اختار العدة 15 مثلا او 16، واقول له كرييت اوبريشن تمام، واقول له هنا هنشوف هيعمل ايه. ده كده
هيعمل لي 3 مللي في كل الجوانب، تمام؟ طيب بس بعمل جنريت، هيطول شوية. تمام، العملية الاوبريشن ديت هو بيشيل، احنا هنبص كده بس عليها 3D علشان نشوفها وهو بيشيل الـ3 مللي. بص شايف هما دول الـ3 مللي بس اللي حوالين البارد، تمام كده. فانا كده عملت بلانك بطريقة تانية. طيب هرجع كده واقول له ناخد عملية تانية او ناخد طريقة تانية، واختار البارد واختار البلانك واقول له باوندنج بلوك. باوندنج بلوك دي بلوك بيعمل لي بلوك حوالين البارد، بلوك حوالين البارد ممكن اكبره في كل الاتجاهات اللي انا عايزها. يبقى دي برضو تستعمل في حالة اللي انا مش راسم جيومتري للبلانكة وعايز اعملها له، بس ده ايا كان شكل البارد هو بيعمل بلوك حواليه، تمام كده. تمام، يبقى دي كده تاني طريقة اللي انا تالت طريقة اللي انا اقول له باوندنج بلوك. في طريقة تانية شبهها بس سلندر، ودي هتلاقيها اكتر في التيرنينج، تمام كده. يبقى بتحكم في القطر وبتحكم في الهايت، تمام. يبقى انا البلانك عندي ببتديها بشكل سلندر، السلندر ده بياخد اوتلاين البارت اللي انا عامله. طيب تمام، يبقى هي دي كده الطرق الرئيسية، دي كده الطرق الرئيسية اللي انا بعمل بيها بلانك. يبقى اول طريقة اللي انا اكون جايب اصلا بلانك رسمها، ارسم جيومتري. تاني طريقة، تعال نشوفهم تاني كده، بختار البارت وبعد كده البلانك جيومتري اللي انا ابقى عامل راسم شكل، هو ده شكل البلانك اللي انا رسمه، اختارها. بعد كده اوفست فروم بارد، دي لو انا عايز اديله اوفست معين من جميع الجوانب. باوندنج بلوك اللي انا عايز اعمل بلوك بحدود الشكل او اكبر، وسلندر لو انا عايز اعمل مش بلوك بقى سلندر. بقيت الثلاثة اوبشن دول هناخدهم ان شاء الله في المرات الجاية باذن الله. يبقى كده النهاردة اتعرفنا ازاي اعمل الطرق المختلفة اللي انا اعمل كرييت للبلانك، تمام. شكرا لحضراتكم.